ما يبقاش في مشكلة وبعدين كده يحصل لي إيحاء إن في مشكلة. ومش بس كده، عن طريق الإيحاء ده إن من لا مشكلة أخلق لنفسي مشكلة. طبعا. هل سؤال واضح؟ نعم. تفضل. القدرات العقلية مرتبة بداية من الإدراك، في الانتباه، في التذكر، في الفهم، في التفكير، في التحليل، في الاستجابة. تاني بقى نقول حاجة تاني. إدراك، إدراك، انتباه، تذكر، فهم، تفكير، تحليل، استجابة. ممتاز. وبالتالي أصبح لديك مخزون من طب الثقافات. طب معلش قبل ما نعدي الحتة دي، اتفضل. هل القدرات العقلية عند كل الناس زي بعضيها؟ لا طبعا. تتفاوت يعني؟ نعم. يعني في ناس موضوع التحليل ده بيعدي عليها اساسا مش شغال، ومعلومات التذكر ناس عندها مشاكل نوعا ما، موضوع الاستجابه بتختلف من شخص للتاني. بتختلف يعني. بتختلف. تمام. لكن هو مبادئ هذه القدرات واحده، ترتيبها واحد. ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان كل واحد فينا لديه مخزون من الافكار، ومخزون من الذكريات والافعال والسلوكيات والتربويه، السلوكيات التربويه التي اكتسبها خلال حياته. ممتاز. خلال هذه المرحلة بقى عنده مخزون كبير جدا من المعارف والثقافات اللي هتؤثر عليه في باقي حياته. دي رقم واحد. رقم اثنين، الحاجات بقى الواقعية اللي بتحدث في الحاضر نتيجة ان هو شاف مشكلة معينة، شاف حد عنده مصيبة معينة، شاف سلوك معين بيعتقد ان السلوك ده ممكن ينتقل اليه او يحدث عنده، ومن هنا بيبدأ يقلق، القلق بيولد عنده شك. خلينا اشرحها بشكل عملي. تفضل تفضل تفضل. دوائر الافكار ممكن تكون افكار سلبيه وممكن تكون افكار ايجابيه. طول ما انت في الدائره السلبيه كل الافكار اللي هتجيلك هتكون افكار سلبيه. تمام. في الدائره الايجابيه كل الافكار اللي هتجيلك هتبقى افكار ايجابيه. عارف انت عارف لو قعدت في مسجد حد ممكن يقول لك طب ممكن تقوم صلي ركعتين لله، طب خد المسجد، خد المصحف ده اقرا لك ايتين، اتق الله يجعل لك مخرجا يا ابني، ما تقلقش. كل الافكار اللي هتجيلك هتبقى في الاطار ده. واحد بقى قاعد في ملهى ليلي فما فيش حد اكيد هيقول له خد المصحف ده وانت قاعد الان كده اقرا لك ايتين. اذا الافكار اللي هتجيله كلها هتكون افكار سلبيه، السلوكيات النابعه من المكان اللي هو فيه هتكون سلوكيات ترتبط بالمكان ده. بمعنى ايضا ان في المسجد اما ابقى الان خد المصحف اقرا لك كلمتين، في الملهى خد الكاس، ايوه، او اشرب لك كاسين. اذا المكان اللي انت فيه كل السلوكيات المحيطه بيك في هذا المكان هتكون نابعه من طبيعه المكان نفسه. هكذا التفكير، لما تبقى افكارك سلبيه كل الافكار اللي هتجيلك هتبقى في اطار الافكار السلبيه. مثال، حد قاعد قدام التلفزيون وبدا يسمع برنامج خيانه زوجيه، فبدا الزوج تشابهات بعض السلوكيات مع سلوكيات زوجته، وبعدين بدا وهو في الشغل يتصل بيها فلقى التليفون ويتنج، فتبدا كل هو كده خلاص في دائره الافكار السلبيه. كل السلوكيات اللي كل السلوكيات اللي هتنبع منه بعد كده هتبقى ناتجه من الافكار السلبيه اللي جات اثناء فكره الخيانة الزوجية. فيبدأ يقول يا طارق بتكلم مين؟ طب انا هنزل دلوقتي. راح خبط على الباب، اتخرت شوية في فتح الباب، داخل الشقة يدور في الشقة، انت ليه اتأخرتي؟ هو ايه اللي حصل؟ كنت بتكلمي مين؟ هو ايه اللي جرى؟ اللي جرى ان كل الافكار اللي بتيجي نابعة من دائرة الافكار السلبية. وهكذا الافكار الايجابية. عارف انت في فترة معينة بدأت تحس ان عندك مشكلة معينة، فتظن انت وضعت نفسك في دائرة افكار ايجابية، فتظن ان هذا ابتلاء، وهذا الابتلاء سيطهرك من فعل سيء انت عملته قبل كده، او ان الله سبحانه وتعالى سيرفعك به درجة، وهكذا. بدأت انت تتحمل هذا الابتلاء، وتبدأ تطلع منك كلمات مختلفة عن الكلمات الاخرى، لا الكلمات دي نابعة من ثقة، ان لله وانا اليه راجعون. حسبي الله ونعم الوكيل. بدات انت كلماتك اتغيرت نتيجه من تفكيرك، وبالتالي سلوكياتك اللي هتصدر بعد كده هي ايضا هتتغير. لذلك الله سبحانه وتعالى حينما يخاطب العبد العاصي حتى لا يقع هذا العبد في دائره الافكار السلبيه يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. الزمر 53. نعم. شايف الايه؟ لا تقنطوا. وبعدين يا عبادي في البدايه خالص. دي نقطه خطيره جدا. مين ده الذين اسرفوا؟ وبعدين هيبقى الكلام ازاي؟ الله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب جميعا، كل الذنوب، انه هو الغفور الرحيم. التذييل بقى كمان بتاع ده، شايف الكلام عامل ازاي؟ اولا انت خاطبت فئه مين؟ فئه العصاه. ومين كمان؟ المسلمين. اشد انواع العصاه. ومين كمان؟ اللي فقدوا الامل في التوبه، فقدوا الامل في التوبه، وبالتالي بقوا في دائره الافكار السلبيه. هنا هتاتي الايه عشان تخرجهم من كل هذه الافكار السلبيه. الفكره الاولى لا ما تقلقش، في توبه، في توبه، وقف النقطه الاولى. النقطه الثانيه ايا كان نوع الذنب بتاعك عشان ما تسالش وتقول لا ده انا عملت كذا، لا ده انا عملت كذا، طب هي التوبه دي لاي ذنب؟ لا هي كل الذنوب. المرحله الثالثه ازاي هتثق
في المتحدث لأنه هو الغفور الرحيم. وجملة مؤكدة لغويا إنه هو الغفور الرحيم. أنت تتحدث مع الغفور الرحيم. الفئة فئة لديها إحباط ويأس وعدم رغبة في التوبة ظنا منه أن لا توبة له، فما إسراف. أيوة. النقطة الأولى لا لك توبة، النقطة الثانية أيا كان نوع ذنبك، النقطة الثالثة المتحدث هو الغفور الرحيم. شايف الله سبحانه وتعالى كيف يتحدث مع عباده؟ لأنه الذي خلقه ويعلم ما يحيط برؤوسهم ويعلم ما يكن في صدورهم. نقطة دي خطيرة جدا. نعم. وبعدين في دائرة التفكير اجتنبوا كثيرا من الظن. إن بعض الظن الحجرات 12. أحسنت. سورة الحجرات 12 الآية 12. نعم. الله سبحانه وتعالى يتحدث حديث مهم جدا لمن يفكر. هو الآية الأولى كانت خلاص اللي فكر وخد قرار إن لا توبة له وخلاص أحبط وبقى فيه يأس وهعمل إيه؟ لا، الأولاني بقى هو لسه بيفكر. والفكر هنا في دائرة الظن غير مؤكد، أفكار سلبية. نعم. في كذا في كذا في كذا في كذا. حسبك. توقف كثيرا واجتنب كثير من الظن. اجتنب كثير من الظن. وإلا بعض الظن إثم لم يقل كل الظن إثم. ليه؟ التحليل النفسي. ليه؟ خلينا النهارده نتكلم عن التحليلات النفسية. اتفضل يا فندم. بعيدا عن التحليلات الشرعية لأنني جاهل بها. يا دكتور ربنا يرفع قدرك ما شاء الله عليك. شوف الكلام هنا بقى محوره عامل ازاي؟ ايه المحور هنا؟ المحور انت هتجتنب كثير من الظن لأن في بعض الظن إثم. يعني ايه؟ يعني خد بالك أيا كان تفكيرك لو فيه جزء من التفكير ده بسيط خالص هيبقى صائب. خد بالك من الكلام. لو فيه جزء من تفكيرك قليل جدا هيبقى صائب، في غرار هذا التفكير القليل الصائب لا ده انا هجتنب كثير الأفكار من الافكار غير السلبية. غير نعم. يعني ايه؟ يعني حتى لو كان بعض تفكيرك هيبقى صحيح التفكير السلبي انا هوقفه. ليه؟ لان مهما كانت صحة تفكيرك هيأديني بنتيجة سلبية. تمام.